نروح لمصر وخمسة عين. إيه خمسة عين دي؟ لو سألت أي أب مصري في التسعينات، في الثمانينات، في السبعينات، هيقولك إن خمسة عين دي هي بيتمناها كل أب مصري لابنه، وهو بيدفع بيه عشان يحقق الخمسة عين دول. اللي هم إيه الخمسة عين دول؟ يدخل كلية الطب عشان في الآخر يكون عنده عيادة وعربية وعروسة وعمارة وعزبة. دي كانت أحلام لأي أسرة مصرية، لكن ودي كانت صورة الطبيب الحقيقة في المجتمعات، وتحديدا في القاهرة وحتى في محافظات أخرى. النهاردة الحقيقة الموضوع بقى صعب شوية، الأحوال تبدلت، الدكتور أصبح ملطشة لكل حاجة، ملطشة للنظام، للفقر، لضيق الحال، لمواجهة الموت، والأكثر من كده ملطشة للناس. الناس بتروح الحلقة الأضعف في قطاع الصحة اللي كنا بنتكلم عنه من يومين وعملنا فيه مقارنة ما بينه وما بين بريطانيا. الحلقة الأضعف في المنظومة دي هم الدكاترة، بيتضربوا، بيترفع عليهم سلاح أبيض، وبيتم التعدي عليهم وضربهم، وفي الآخر بيحصل إيه؟ اللي بينجو منهم بيهرب. فمش بيكون في دكاترة عندنا في مصر، بدل ما كانوا 120 ألف بقوا 60 ألف شغالين و60 ألف سافروا. ما بقاش عندنا دكاترة موجودين في مصر ليه؟ عشان الخبر اللي هيظهر قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي، حادثة جديدة، اعتداء جديد على مستشفى في مصر يجدد المطالبة بالمسؤولية الطبية. اعتداء في مستشفى دي كيرنس في محافظة الدقهلية مرة تانية. الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم على دكتور في القاهرة تم التعدي عليه بسلاح أبيض وخد 28 غرزة في بطنه، دكتور كبير استشاري. النهاردة في مستشفى بيتم تكسيرها لأن الأهالي اتضايقوا من الدكاترة، وفي مريض توفى داخل المستشفى فدخلوا كسروا المستشفى. طب يا جماعة الخير، هو الدكتور ذنبه إيه؟ وأنا يمكن اتكلمت في الموضوع ده في حلقة الصحة والمقارنة مع مصر وبريطانيا، هم الدكاترة ذنبهم إيه عشان يتضربوا أو يتم الاعتداء عليهم؟ ده سؤال للناس. لكن السؤال للنظام، هو أنت ليه مش بتأمن الدكاترة؟ أنت ليه مش بتجرم الاعتداء على الدكاترة في القانون؟ أنت ليه مش عامل قوة حراسة للمستشفيات، تأمين للمستشفيات؟ ليه ما فيش شرطة موجودة؟ ليه ما فيش حد بيأمن الناس دول يا جماعة؟ هو القانون فين؟ هو في حد يجرؤ أنه يتعدى على اسم شرطة؟ في حد يجرؤ يتعدى على منشأة عسكرية؟ في حد يجرؤ يتعدى على مكتب النائب العام؟ في حد يجرؤ يتعدى على مستشار أو وكيل نيابة في محكمة؟ في حد يجرؤ يعمل ده؟ الإجابة قطعا لا، مش كده؟ طب ليه الدكاترة هم يعني الحيطة المايلة؟ هم مش ولاد البطة السوداء الدكاترة في مصر؟ انت ليه سايب الدكاترة يتهانوا بالشكل ده وبعدين تطلع تصرخ وتقول اصلهم بيسافروا بره؟ يا سيدي ما هو انت مش لا حميهم ولا موفر لهم رواتب ولا اي حاجة خالص، ولا مديهم اي حقوق في البلد، ولا بدل عدوى، ولا اي حاجة، مفيش اي حاجة. حتى اللي بيعتدي على دكتور باين بيتحكم عليه سنتين ولا مش عارف حاجة، مسخرة كده في القانون يعني. يعني مجلس النواب بقاله فترة عايز يعمل قانون جديد عشان تجريم الاعتداء على الدكاترة وتغليظ العقوب، فانت سايب الدكاترة والمستشفيات هم الحلقة الأضعف في البلد، لكن الداخلية، الجيش، النيابة، القضاء محدش يقدر يهوب منهم. طب يا جماعة خلاص، محدش يزعل لما الدكاترة يخرجوا ويطلعوا برا ويسيبوا البلد. في الفيديو ده ملخص لحوادث الاعتداء على الأطباء في مصر في الفترة الماضية.